بزاف الناس ديالها خاصك ساعات تقدم السلاح. جوان كرنت وديك السن سيدي دوش مراد 22 خلقند لو كرويا لو كرويا ناس يعني فرنسا تخشمد سدرع ولا بد تفقد سدرع وزمرات تفقد السياسة مستحيل. التاريخ تاعو كبير بصح انا تاعو ما نسيناش تاع الشهداء. واش وصى؟ قال لك حنا نموتوا ما تنساوناش، حنا ما نسيناوش، في المراد ديال اليوم يفكروه، في قسم طر اليوم يفكروه، حنا في الكومنتار فكرناه. في 67 الاستشهاد ديال دوش مراد، اسا قال قلق قلقنا شرقي، لكن انا سنا تجميل، اسنا خما نوماج، وادينيني بلي كنت سارة لي ساكريفيس التضحيات، جي خمن جدودنا، لكن تكرز الجزائر. يلقى رب العالمين باستشهاده في شمال القسنطينة. هذا الرمزيه هذه تدل على ان الجزائر بلد عظيم بعظمه رجالها.